ما يتعلق بالكباسيتر عند كاباسيتنس اللي هي المتسعة وسعة المتسعة. المتسعة شنو أعرفها؟ أعرفها على أنها هي أي موصلين. تعريفنا للمتسعة كاصطلاح أو كمصطلح نقول هي أي موصلين أو أي سطحين موصلين مفصولين بوسط عازل. زين، سعة المتسعة شنو هي؟ سعة المتسعة هي قابلية المتسعة على خزن الشحنة، نسميها بالكاباسيتنس. زين، هذه الكاباسيتنس اللي هي سعة المتسعة، تجريبيا وجدت انه الشحنة تتناسب بشكل مباشر على من او مع من، مع فرق الجهد عبر طرفيها. يعني خلي افترض انه انا عندي خلينا نقول متسعة، هذه اللوحين، هذول اللوحين الموصلين. هسه هذا اللوح الاول، هذا اللوح الثاني، وهذا هو المسافة اللي هي الوسط العازل. هنا عندي دايلكتريك يفصل بيناتهم. خلي افترض انه اكو شحنة على هذول التو بليتس الموجوده عندي. خلي افترض انه هاي بوزيتيف تشارج نيجاتيف تشارج، وهنا هذا هو عباره عن الدي. طبعا خلينا نفترض انهم مربوطين الى مصدر فولتيه في. فهسه حسب القاعده اللي عندي حتى ابدي باشتقاق المعادله او ايجاد المعادلات اللي واصفه للمتسعه بصوره عامه، هسه كلامنا انه تجريبيا وجد انه الشحنة اللي موجودة عبر طرفي المتسعة تتناسب مع من طرديا مع الجهد، مع فرق الجهد عبر طرفيها. فراح أقول إذا الكيو تتناسب طرديا مع الفي، أو راح أقول إنه نسبة الكيو إلى الفي هي تساوي كونستانت. هذا الكونستانت راح أطلق عليه بسعة المتسعة. فبالتالي صار هسه مبدئيا إنه سعة المتسعة سي هي النسبة ما بين الكيو إلى الفي. هسه هذا القانون العام لسعة المتسعة. بعدين طبعا راح ناخذ بالتفصيل انه لكل نوع من انواع المتسعه لها قاعده وقانون خاص بها. فهسه خلي ابدي اولا اقول المتسعه كاصطلاح انه اي موصلين او اي جسمين مشحونين مفصولين بوسط عازل. هذا التركيب راح اطلق عليه بالمتسعه. سعه المتسعه هي قابليه المتسعه على خزن الشحنه الكهربائيه. قابليه المتسعه على خزن الشحنه الكهربائيه. زين، هذه القابليه او هذه السعه اشتقاقها قائم على اساس انه الشحنه عبر طرفي المتسعه تتناسب طرديا مع فرق الجهد عبر طرفيها اللي هو راح اسميه بالفي. اذا الكيو الى الفي كونستانت سميته بالسي. زين، وحده قياسها طبعا هسه هذا كتعريف نعرف على اساس شنو هو. نقول انه هذا الكونستانت اللي هو سعه المتسعه هو النسبه ما بين الشحنه عبر طرفي الموصلين او عبر طرفي تو بليتس مالت المتسعه الى فرق الجهد عبر طرفي البليت نفسها اللي هو فارضه انا شنو هنا في. زين، وحده القياس طبعا السي تقاس بالفراد، لكن عمليا الفراد هي تعتبر وحده كلش عاليه. طبعا الواحد فاراد اذا اريد هسه نقول انه حسب هذا التعريف نقول واحد فاراد هو عباره عن الواحد كولوم باعتبار نسبه الشحنه، واحد كولوم الى واحد فولت هالشكل. لكن عمليا هذه تعتبر يعني الوحده كلش عاليه. الواقع العملي بالنسبه للمتسعات راح نلقاها بالمايكرو فاراد وبالبيكو فاراد. يعني هذولي هم القيم الاعتياديه والقيم الطبيعيه. يعني حتى من تكون عندي مثلا بالملي فاراد راح نشوفها كلش عالي. فبالتالي القيم الحقيقية راح تكون هي بالمايكرو وبالبيكو فاراد. زين، سؤال، ما هي العوامل اللي تأثر على سعة المتسعة؟ العوامل اللي تأثر على سعة المتسعة، أهم عوامل عندي ثلاثة، أو خلينا نقول العوامل الأساسية عندي ثلاثة. العامل الأول اللي يأثر على سعة المتسعة أولا مساحة البليتة مالت المتسعة اللي هي مساحة اللوح الموصل، باعتبار احنا عرفناها انه انا تو بليس، هاي البليت الاولى هاي البليت الثانيه. فهسه العامل رقم واحد اللي ياثر على سعه المتسعه واحد نعرف على اساس هي الاريا اوف بليت. فنقول هسه اولا المعامل او العامل الاول هو الاريا اوف بليت. زين، هذا شنو تاثيره؟ هل هو تاثير تناسب طردي عكسي؟ القاعده اللي عندي انه كل ما كبرت المساحه مالت البليت راح يؤدي الى زياده في مقدار سعه المتسعه. بمعنى انه زياده المساحه بالنسبه للبليته تؤدي الى زياده في سعه المتسعه، فبالتالي التناسب هنا طردي. العامل الثاني اللي عندي اللي يؤثر على سعه المتسعه هو الثيكنس مالت الدايلكتريك، ايش قد مقدار قيمه البعد ما بين التو بليته. يعني بنقول انه الثيكنس مالت الدايلكتريك
قد المسافة أو ما مقدار المسافة ما بين اللوحين، باعتبار أنه هذا الوسط العازل راح يكون هنا موجود. فكل ما تكبر هذه كل ما تحدد لي الديستنس بالنسبة ما بين التو ما بين تو بليت، يؤدي إلى زيادة المادة العازلة ما بين اللوحين الموصلين. التأثير هنا شنو هو؟ تأثير عكسي. السعة المتسعة كل ما أنه يزداد المسافة ما بين التو بليت ستؤدي إلى نقصان مقدار قيمة شنو؟ سعة المتسعة. فبالتالي لو كان هالشكل هذول التو بليتس، وراح افرض انه هذه المسافة بيناتهم دي، القاعدة اللي عندي انه كل ما انه الثكنس مالت الدايلكتريك ماتيريال اللي موجودة ما بين التو بليتس هذه كبرت، بمعنى انه كل ما ادى الدي الى الدي ازدادت يؤدي الى نقصان في مقدار قيمة السعة المتسعة. فالتناسب هنا عندنا تناسب عكسي. العامل الثالث اللي يؤثر على سعة المتسعة هو السماحية النسبية للمادة العازلة، باعتبار هنا أنه حددنا أنه هذه المادة عازلة، فلكل مادة عازلة لها شنو؟ سماحية نسبية. القاعدة اللي عندي أنه مقدار قيمة الأبسلون بصورة عاملة هي أبسلون نوت، طبعا في أبسلون آر، هذه هي الأبسلون السماحية. القاعدة اللي عندي أنه السماحية النسبية من هي هاي الأبسلون آر، باعتبار هذا كونستانت ثابت. القاعدة اللي عندنا انه كل ما ازدادت او كبرت مقدار قيمة الابسلون ار تؤدي الى زيادة في مقدار قيمة الكاباسيتنس. فبالتالي اقول انه زيادة في مقدار قيمة الابسلون ار تؤدي، طبعا اذا ازدادت الابسلون ار بثبوت الابسلون نوت يؤدي الى زيادة منه الابسلون، وهذا يؤدي الى زيادة في مقدار قيمة سعة المتسعة. فهذول اهم ثلاث عوامل تؤثر على مقدار قيمة سعة المتسعة.